والدور اللي بيعمله علي معلول الحقيقه، يعني زي ما احنا شايفين كلكم بتحبوه، كلكم واقفين معايا، كلكم بتبصوا له نظره الكبير بتاعكم، حتى هو تونسي وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت تبص له كويس قوي وشايفينه ان هو كبير بالمجهود اللي بيعمله. طبعا لا، يعني علي معلول بصراحه يعني من اللعيبه اللي انا مش حاسس ان هو لعيب محترف، انا حاسس ان هو لعيب ابن النادي، لعيب موجود في النادي بقاله كتير، لعيب ذكي جدا، لعيب موهوب. انا كباك رايت بتعلم منه، يعني انا بشوفه بشوفه هو بيعمل ايه، ايه الحاجات اللي بيعملها، بس في التقسيمه دايما لو انت ما بتلعبش تلاقيك ضده. لا يعني بساله مثلا في ماتشات عايز اساله حاجه، هو مثلا قبل الماتش يقول لي كذا كذا كذا، هنعمل كذا، انا مثلا ههاجم هعمل كذا، حاجات بتبقى تكتيك بينا كلنا. يعني بصراحه هو السنه دي عامل موسم يعني افضل لاعب يعني في مصر. انا 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 شايف ان هو احسن لعيب في مصر السنه دي بلا منازع، بلا منازع، من الفرق التانية كلها يعني. مع احترامي فرجاني برضو ساسي الزمالك عامل شغل كويس، بس اعتقد علي يعني عامل شغل كويس ولعيب كويس طبعا وكل حاجه، بس لا، علي معلول عمل فرق في الدوري المصري، عمل فرق ان في باك ليفت كده او باك عامه كده، عمل حاجات جديده خلت الناس تشوف ايه ده، باك ليفت، لا ده هداف وبيجيب جوان وبيدافع وبيهاجم. يعني انا بقول لك نقطه ان هو ما بيدافعش كويس دي دايما دايما الناس بتقولها. لا يا كابتن، هو ما فيش حاجه اسمها انت لعيب تصل على علي حتى في التقسيمات. لا ما فيش حاجه اسمها ما بيدافع، ما فيش واحد ما بيدافعش كويس بالظبط هيقعد يلعب منتخب تونس 7 سنين ولا 8 سنين. اعتقد كان زعلان لما ما خدوهوش منتخب تونس. لا هو طبعا طبيعي يا كابتن اللي هو يبقى زعلان، بس يعني منتخب تونس خسره طبعا، يعني واحد زي علي معلول وفورمته دي ما يروحش المنتخب، دي حاجه يعني غريبه، كلنا استغربنا ايه ده وازاي علي معلول ما راحش، اصلا المنتخب كله كانت خطته على علي، يعني بالزبط. كان الخطه كلها من ناحيه علي يعني. فيعني طبعا اتضايق طبعا فتره ان هو ما راحش وكده، بس يعني ربنا عوضه، وفي اهم ماتشين في الموسم، اخر ماتشين ان انت تاخد فيهم الدوري، اثبت مين علي معلول. هو بيعمل دايما ليه كده علي؟ بيعمل ايه؟ سر الاحتفال يعني، اللي هو الحركات اللي بيعملها بايديه دي ليها معنى بالنسبه له ولا؟ هو يعني عامل ستايل لنفسه كده بس كده مش اكتر. لا ملهاش معنى لحد طبعا، بس دي بتجنن الناس، الاحتفال ده بيجنن الناس. ما لو هم فاكرين ان هي ليهم بقى يتجننوا، ان هي مش لحد بصراحه. برافو عليك. لكن مش لحد، هو بيعمل حاجه لنفسه. هو يعني لا حاجه، هو تقريبا يعني انا افتكرت ان هو لما بيلعب مع ابنه بيقعدوا يعملوا الحركه دي، مع انا شفتهم كانوا بيتكلموا فيديو كول، فتقريبا كانوا بيعملوا كده يعني. بس ان هو لابنه يعني، سبحان تقريبا الله تقريبا يعني. شوف الناس مجننه، مصر كلها مجننه منها، وهو بيعملها مع ابنه فبيحب يوريها له دايما. يا كابتن لو واحد ناجح وواحد متفوق كده دايما بيحاولوا يدوروا على اي حاجه ان هم يوقعوه، او يقولوا بص مثلا ده بيحتفل كذا ولا ده بيعمل يعني ايه. انا شايف ليه ما فيهاش اي حاجه. ما فيهاش حاجه. طب معلش نتكلم برضه عشان الناس بعت لك كتير جدا، عايزين يعني ناخد برضه 3 4 بس حاجات كده وبعد كده نرجع نتكلم.